كشف مدير المركز الوطني للطب الشرعي ماجد الشمائل للرؤية عن سبب حالات الانتحار بين الأطفال خلال العام الماضي، مشيرا إلى تسجيل 3 حالات انتحار خلال العام الماضي، مؤكدا أن النية لم تكن موجودة لقتل النفس وإنما كان تقليدا للمسلسلات والألعاب الإلكترونية. حالات الانتحار في الأردن سجلت انخفاضا العام الماضي إلى 145، فيما سجلت 167 حالة عام 2021.